مساء الجمال عليكم وعلى كل متابعي برنامج الجري والجميله في كل مكان. النهارده طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا كل اربع حلقات بنغير المذيعين، ده بيبقى نوع من انواع التجديد، يعني ان احنا مثلا ايه بنجيب بلوجر تقدم معايا البرنامج، بتجيب مثلا موديل معروفه تقدم معايا البرنامج. لكن النهارده بقى انا يعني طلعت بره شويه وجبت يوتيوبر ايمي محمد. ازيك يا ايمي؟ ازيك يا محمد؟ الاخبار؟ الحمد لله تمام. النهارده طبعا انتم عارفين الحلقه بتتكلم عن الجمال، يعني الانترو كان ميك اب. معانا النهارده خبيره التجميل بسنت زيدان. ازيك يا استاذه بسنت؟ الحمد لله يا محمد. الاخبار؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام. ايه العظمه اللي انت عملتها لنا دي؟ طبعا هي ميار السداوي غني عن التعريف، يعني من الموديل الجميله المعروفه في المجال. بدات ازاي بقى؟ دخلت ازاي عالم التجميل والميك اب؟ اخدت شويه كورسات، وانا اصلا خريجه فنون جميله فعندي الموهبه، بحب الالوان جدا، بحب الميك اب، وبقيت من الوقت للتاني اشتري ميك اب واعمل بقى للناس اللي حواليا، اصحابي كده، موضوع جه كده. لكن ما خدتش كورسات؟ ما خدتش اي حاجه؟ لا. طب لو كل يوم فضلنا نحط ميك اب، ده حاجه بتاذي بشرتنا؟ اه طبعا، اكيد اكيد طبعا بتاذي البشره. طب ايه البديل؟ البديل ممكن ان احنا نستغنى عن الفاونديشن، مثلا ان احنا نحط سان بلوك لو احنا نازلين بالنهار، تنت دلوقتي نازل ونازل موضه، حاجات بسيطه تتحط، ماسكارا. لكن ان انا احط فاونديشن واحط ميك اب كل يوم، ده طبعا بيأذي البشره بيضرها. طب قولي لنا بقى بدات ازاي على الموديل؟ هو ده اولا ده لوك عروسه ولا خطوبه؟ لا ده لوك عادي سواري. يعني سواري. بدات ازاي بقى؟ اول حاجه بتحطيها ايه؟ في ناس بتحب تشتغل في العين الاول، يعني لا انا بحب اشتغل في الوش الاول. يعني انا ما بعرفش اشتغل في موضوع العين الاول، لا انا بحب اشتغل بالبشره الاول، بجهز البشرة، بنضفها طبعا لو هي حاطة ميك اب، تونر بعد كده، وبعد التونر برطب البشرة كويس وبرايمر، وبعد كده بقى احط الفاونديشن وابتدي بقى اشتغل في الوش، وبعد كده اشتغل في العين. طيب لوك السواري بيختلف عن لوك العروسة؟ يعني ايه الفرق؟ يعني ده دلوقتي لوك سواري، عشان تخليه زي ما هو كده عروسة بتعمل ايه؟ ممكن بقى ازود مثلا الجليتر اللي محطوط فوق العين، اخلي رسمه الاينر العين تبقى شارب اكتر، حد اكتر. الروج ممكن ازوده، ممكن احط عليه جلوس. طب ايه الحاجات المعينه اللي انت مثلا بتنصحي بيها العروسه يوم فرحها ان هي تعملها؟ ان هي طبعا لازم تهتم بتنظيف البشره، بس ما يبقاش قبل الفرح على طول، يعني ماكسيمم 4 ايام، عشان طبعا لو بشرتها حساسه يطلع لها فيها حبوب، يطلع لها فيها اي حاجه، فعلشان ما يبقاش ده مع الميك اب يبقى يضر البشره، فقبليها ب4 ايام. طيب ايه الفرق بين البشره الدهنيه والبشره الجافه والبشره المختلطه؟ البشره الدهنيه طبعا هي بتبقى اوريدي فيها بتطلع زيوت، البشره بتطلع زيوت، فبيبقى ليها فاونديشن معين. الجافه طبعا دي بتبقى محتاجه ان هي يترطب، يعني يترطب ليها أكتر. كويس اكتر قبل ما تحط لها الفاونديشن بتاعها. والمختلطه طبعا بيبقى في جزء في البشره، بيبقى في جزء في دهون، وفي جزء تاني بيبقى جاف، ده برضو بيبقى محتاج الجزء الحته اللي جاف اللي فيها جافه دي تحط لها الترطيب كويس، والحته اللي هي الدهنيه دي ما تحط لهاش اللي هو الفاونديشن الخاص بالبشره. طب انا لو حابه اختار لون لينسز لبشرتي، اكيد كل بشره بيبقى بيختلف معاها لون اللينسز صح؟ اه طبعا. طب انا ايه اللي يليق على لون بشرتي؟ بصي هي اللي يناسب معايا انا كأمي. كأمي عشان انت بشرتك سمراء، يعني يفضل الرمادي الغامق، الزيتي الغامق، العسلي. العسلي هيبقى حلو قوي. يعني الازرق ده مش حلو خالص والله. جميل تحفه. لا جميل اللون ده من الالوان لا حلو برضو، بس يعني انا بفضل اني على البشره السمراء اكتر. هيليق اكتر الزيتي الغامق، يعني كل بشره بيختلف معاها. طبعا البشره البيضاء بقى، بصي وانا بحب السمار. ميرسي، انا حبيتك كده. بصي ما يهرب بس انت هما بيقولوا دايما ان البياض الجمال كله والسمار نص الجمال، بس السمار انا شايفه ان السمار دلوقتي يكسب. على فكره في عرايس دلوقتي وفي بنات بتيجي تقول لي انا عايزه سماريني، يعني غمقيني، يعني عايزه لون برونزي. أيوة، عايزه بشرة كده. فالبشره السمراء طبعا. يعني انت فعلا بتعملي البشره اللي هي البرونزيه؟
لما حد بيجي يعني ياخد رايك مثلا، ولا هم اوريدي بيقول لك احنا عايزين كده فانت بتعملي؟ بصي في عروسه بتيجي بتسلم لي نفسها وتقول لي بصي اعملي انت شوفي ايه اللي لايق عليا. انا كنت لسه اسالك صح، في عروسه بتيجي تقول لك لا انا عايزه حاجات معينه، وفي عروسه بتيجي. طب انت لو شايفه ان الحاجات المعينه اللي هي هتحطها دي مثلا مش لايقه عليها بتقول لها ايه؟ هعملها لها، انا بقول لها رايي وفي الاخر هي مش مقتنعه خلاص يبقى هعملها اللي هي عايزاه، عشان انا في الاخر عايزاها تخرج من عندي تكون مبسوطه وراضيه. طب يا بس انت ازاي ندمج الالوان كلها فوق العين وازاي يليقوا على بعض؟ يعني ازاي اكون مقتنعه ان دول كده ماشيين مع بعض؟ بصي هو انا غالبا يعني ما بستعملش غير فرشتين في شغلي، فرشه صغنونه فلافي دي بحط على الجفن المتحرك على الزاويه الخارجيه، وببتدي ان انا ادمج في حركات دائريه. تمام. لا بس يعني الامكانيات البسيطه اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي مطلعه الشكل الجميل ده، فبصراحه لا تحفه. انت لازم تعملي لي ميك اب. لازم عيوني. ما فكرتيش تدي كورسات؟ لا ولا بص انا حابه الموضوع قوي. لا انا ما انا حابه الموضوع، لا حابه موضوع الميك اب، وزي ما قلت لك هي موهبه عندي. ان انا اصلا خريجه فنون جميله وشغلي كله كان رسم وفرشه والوان. يعني انت بتشوفي الموديل وهي مثلا مش حاطه ميك اب خالص، بتتخيلي الشكل في دماغك هيبقى عامل ازاي وترسميه؟ مش بتخيل الشكل، هي ما بتبقى قدامي انا بشوف طبعا بشرتها مع شعرها مع الهدوم اللي هي لابساها مع كل ده، فببتدي يعني ابتدي اعمل واشتغل. ممكن استنى شويه ابص احس انها لا محتاجه حاجه، في حاجه حاجه ناقصه، محتاجه ان انا ازود حاجه هنا محتاجه. وفي الاخر انا شغلي زي ما انت شايف كده سيمبل وهادي، وانا مش بحب الميك اب. فرحانه يا ميار جدا. حاسه فرحانه كده. لا تحفه بجد يا بسنت، تسلمي. ميرسي يا حبيبتي. طيب دلوقتي احنا عندنا ثلاث لوكات، كاجوال وسواريه وفرح، تمام؟ هل الميك اب اللي هو اللوك العادي اللي هو انت بتنزلي بيه مثلا الجامعه وكده، لو انت بتنزلي بيه كل يوم هل ده ليه اضرار على البشره؟ طبعا. طبعا هو يعني الافضل ان نستغنى عن الميك اب. انا عن نفسي انا ما بحطش ميك اب كل يوم. يعني انا بس جايه برنامج احط ميك اب، رايحه مناسبه بحط ميك اب، لكن في العادي ما ومفيش متهيألي حد بيحط ميك اب كل يوم. يعني مش حد بيبقى مضطر ان هو يحط ميك اب كل يوم. هي تستغنى عن الميك اب ان هي زي ما قلت لك تحط سان بلوك، ده يحمي بشرتها ويحمي من اضرار الشمس. تحط تنت، مش عايزه تستعمل التنت ممكن تحط بلاشر بس الوان تكون حاجة هادية على نود. الروج برضو نفس الحاجة يبقى نود. بس يعني كل ما الحاجة ما بسيطة كل ما بقى أحلى. طب احنا معانا صور ليكي بقى، ما تخافيش صور حلوة. دي هي دي نفس الموديل؟ اه. انت محتكراها؟ ده لوك ايه ده؟ ده سواريه تقريبا؟ اها صح؟ اكيد دي مش هي. لا 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 صح كده؟ لا هي صح؟ عامله فيها نجمه شويه. قصدك ده فيديو؟ اه. لا بس شاطره ميار. اه ميار شاطره. شاطر. اي انا بشوت بيك يا ميار. طيب احنا برنامج الجريء والجميله عامل لك تكريم كده بسيط، بس قبل التكريم عايزك توجهي رساله للناس اللي هي بتتفرج عليك دلوقتي والناس اللي هي ايه عندك على البيج ومتابعاكي وبتحب اللوكات بتاعتك. انا خلاص حبيت اللوكات بتاعتك برضه. وجهي لي كلمه. احنا اتفقنا ان انا هعمل لك. خلاص. تحبي تقول لهم ايه؟ بصي الكاميرا بتاعتك ايه؟ احب اقول لهم ايه؟ اهتموا ببشرتكم كويس قبل وضع الميك اب، اختاروا الحاجات دايما اللي بتليق عليكم وعلى شكلك. بلاش الاوفر في الميك اب في الالوان. وتابعوني بقى على البيج بتاعتي. طيب اتفضلي، ده تكريم ليكي لان انت كنت معانا النهارده في البرنامج. اتفضلي. برنامج الجريء والجميله بيقدم لك التكريم ده عشان انت نورتينا وشرفتينا وفدتي الناس بجد. ميرسي يا مهاب. على الهواء قلت لهم حاجات بجد تفيدهم. ومشكوره جدا يا ميار طبعا. يعني انت بجد حاجة كويسة جدا انك تبقي مع بسنت. طبعا بجد والله عاملة لك حاجة بسنت ودايما من نجاح لنجاح كده يا رب. ميرسي يعني. الشهادة معناها على الهواء. ايوه اعمليها كده. وريها
بنشكرك جدا يا بسنت، وبنتمنى لك التوفيق، ويا رب تكون 2021 سنه سعيده عليكي وتحققي كل اللي بتتمنيه. امين. ميرسي. شكرا. ميرسي جدا. جدا يا بسنت. ميرسي يا ميار. ميرسي يا حبيبتي. فاصل وهنرجع لكم تاني.